اهلا بحضراتكم من جديد. يعني اخد شويه تعليقات كده، ناس علقت على الفيسبوك، عايزينكم تبقوا متفاعلين ومتابعينا دايما، وقول لنا اي حاجه انتم شايفينها، اي حاجه سلبيه شايفينها، بس يعني انتقدوا عشان نرتقي، مش انتقدوا لمجرد النقد، مش لمجرد التكسير زي الناس اللي هي دماغها تعبانه. خليكم انتوا جمهور النادي الاهلي دايما واقف في كل حاجه، اي حاجه سلبيه انتم شايفينها وعايزيننا نغيرها احنا تحت امركم، مفيش اي مشكله خالص، طالما بتنتقد بمنتهى العقلانيه، طالما بتنتقد علشان الاحسن يكون، واحنا معاكم في اي حاجه. محمد صابر بيقول ممكن يا جماعه ماتشات الالعاب الاخرى للنادي الاهلي. انا محمد صابر من دمنهور، ان شاء الله حاضر يا محمد. احنا بنجيب اخبار النادي عموما، لكن ان شاء الله نحاول نجيب لقطات كده للماتشات. صعب قوي ان احنا نذيع ماتشات يعني للالعاب الاخرى كامله. يعني في قاسم محمد بيقول انا ببارك لجميع العاملين في قناتنا الجميله، قناه النادي الاهلي، بجد حاجه فخر لكل اهلاوي، بس ليا عتاب على واحد على القائمين على هذه القناه، ارجو اذاعه اذان جميع الفروض الخمسه وشكرا حقك. يعني ان شاء الله باذن الله حاجه فعلا حاجه تحترم جدا، ان شاء الله انزيع ان شاء الله بقدر الامكان. حاضر. في المشير ابو الشيخ بيقول الف مبروك على قناتنا الجديده والافضل على طول، والاهلي هيفوز 2-0 ان شاء الله ان شاء الله. يعني في ابراهيم حلاوه بيقول بمسي عليك يا كابتن، عايزين نطمن على حمودي ومؤمن وان شاء الله الفوز للاهلي. انا قلت يا جماعه قبل ما نطلع او قبل في الانترو، يعني قلت ان مفيش اي اصابات باستثناء حسام غالي وأجاي، لكن إن شاء الله كل اللعيبة موجودة في القائمة الرئيسية. عمر فايد بيقول منور يا كابتن، إن شاء الله من تقدم، شكرا جدا، إن شاء الله إن شاء الله معاكم في كل حاجة يا جماعة، وإن شاء الله كل يوم يا جماعة، كل يوم والله العظيم كل يوم هيبقى فيه جديد، لكن مش أي حاجة هندخلها القناة، وواحدة واحدة مفيش حاجة بتتولد جديدة. في محمد إيهاب بيقول احلى مسا عليك يا كابتن، والله شكرا جدا، ان شاء الله الاهلي يفوز ان شاء الله يا محمد، الاهلي هيفوز باذن الله. يعني في طبعا حاجات كتير، لكن انا عايز ارحب بضيوف الاول عشان نتكلم في اللي شاغلكم. محللي الاداء الجمال كابتن ايمن محمد، منور الدنيا. ربنا يخليك كابتن ميدو. واحمد ثابت جميل، منور الدنيا. تحياتي لحضرتك، محضرين حاجات جامده باذن الله، وتحياتي لجمهور النادي الاهلي كله، منورين الدنيا. مفيش حاجه بتتولد جديده، مفيش حاجه بتكبر في ثانيه. لو بنتكلم بالمنطق اللي الناس اللي دماغهم وجعهم قوي وتعبانهم قوي، مفيش حد هيكبر، مفيش حد هينجح، مفيش حد بيقول انا هو من اول يوم، كله بيطلع ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه. ما ينفعش ان انا اروح ناطط على السلم على طول، مش انا عبد الحميد حسن يعني، ايا كان كل حاجه بتكبر بوقتها، كل واحد بياخد وقته لغايه لما يكبر. محدش اتولد جديد، مفيش قناه اتولدت عملاقه، لكن قناه النادي الاهلي بيسندوها الحقيقيين الاهلاويه الحقيقيين ان شاء الله تبقى عملاقه، وان شاء الله هنروح في كل حاجه انتوا عايزينها، طالما الناس عايزه تنتقد عشان نعلى ونكبر، وان شاء الله نعلى ونكبر. نبدا منين؟ يلا. مفيش طبعا، الشغل الشاغل للجماهير طبعا وللاعلام الاهلاوي كله طبعا، مباراه الغد امام نادي بيدفيست في جنوب افريقيا. طبعا النتائج اللي كانت حصلت في مباراه الذهاب بالنسبه حتى لبعض الفرق الكبيره زي سان داونز على سبيل المثال، اللي كسب فريق زيمبابوي بطل زيمبابوي بطل اوغندا على ارضه 2-1، والنهارده او يوم الجمعه اتعادل 1-1. صعد طبعا، نتيجة كانت صعبة جدا، المباراة كانت متكافئة. طبعا مباراة الأهلي طبعا مازيمبي برضه تعادل على أرضه من بطل زيمبابوي 1-1، ودي نتيجة صعبة جدا، ممكن التعادل السلبي يخلي مازيمبي يطلع بره البطولة. طبعا مباراة الأهلي مع بيدفيست نتيجة 1-0، نتيجة جيدة إلى حد ما، مش مطمئنة بشكل كبير، لكن دلوقتي من الواضح إن الفرق الأفريقية كلها سواء جوه أو بره في تعامل لازم جديد يحدث مختلف من قبل الجهاز الفني للانديه. تمام. خصوصا النادي الاهلي، ان لازم يدور دايما على هدف، فالناس دايما دلوقتي بتفكر احنا ازاي عايزين نامن دفاعاتنا. انا بفكر او انا فكرت بشكل مختلف، ازاي نقدر نستفيد من المباراه ديت ونحاول نستغل الاندفاعات المتوقعه من نادي بيدفيست، وان احنا نجيب هدف. الهدف طبعا يصعب مهمه بيدفيست، ان هو هيبقى مطالب بثلاثه ثلاث اهداف في مرمى النادي الاهلي. يعني ايمن قبل ما اروح لثابت، قول لي يعني في عجاله، شفت المباراه الاولى ازاي؟
المباراه طبعا كان كابتن حسام البدري درس النادي بديفيست، بس كان في نقطه مهمه جدا انا شايف النادي الاهلي ما استغلهاش. احنا حتى قلناها هنا قبل المباراه بساعات قليله، ان نادي بديفيست عنده نقطه ضعف مهمه جدا اي فريق ممكن يستغلها، ان الكرات العرضيه على بديفيست سواء الكرات العرضيه الثابته او المتحركه مش مجرد ان هم ضعاف، لا، الفريق المدافعين ما بينطوش، دي خطا كارثي. لما نيجي نشوف حتى في المباراه بتاعت مع الاهلي، الفريق اتلعب عليه كرات عرضيه كتير جدا، وضعيه المدافعين بغض النظر الاهلي ما استفادش من الكرات، لكن وضعيه المدافعين بتاعت بديفيست كانوا سيئين جدا. ناخد على سبيل المثال حتى الهدف اللي جابه النادي الاهلي، الكره معموله ازاي؟ كره ضربه ركنيه على العرض القريبه، ما كانتش اول مره تتعمل، كانت عملت في الشوط الاولاني. ده الفيديو اللي احنا كنا محضرينه الخاص بالكرات العرضيه اللي معموله. لو نرجع ليت الفيديو من اوله. طب ثواني يا جماعه، احنا بس هنتكلم وبعد كده نرجع يا احمد، هنرجع ناخد اللقطات واحده واحده. خلينا دلوقتي نشوف الكلام وبعد كده نشتغل مع الفيديو. يلا اتفضل. بالنسبه للكرات الثابته دي كان عنصر مهم جدا للاهلي ان هو كان يقدر يستغله في مباراه بديفيست. المدافعين بتوع بديفيست كانوا سيئين جدا، التمركز كان خاطئ، مفيش قفز. حتى الهدف اللي جه عن طريق حسام غالي لاحمد حجازي، هنشوف ان ارتفاع الكره كان متوسط. يعني لو هنقول مثلا احمد حجازي طوله اعتقد 100 حاجه و90 سم، 192 سم. لما يبقى 192 سم وينزل على ركبه والحاجات ديت بتبقى دقيقه جدا، بس بتبقى فعاله. ده انا هقول لك بقى تاكيدا على كلامك بقى عشان تعرفوا ان يا جماعه ان يعني اي حد بيجي هنا بيتكلم بمنتهى العقلانيه ومنتهى الواقعيه كمان. احنا في الاستوديو التحليلي ده ثابت اللي احنا عملناه ليله يوم المباراه، كان معايا الكابتن خالد بيومي قاعد مكانه، وكان الكابتن هادي خشبه والكابتن علاء ميهوب. فانا بسال الضيوف، سالت الكابتن خالد قلت له الدفاع عندهم هدافين في الدفاع، لكن عندهم مشكله. قال لي عندهم مشكله كبيره جدا في الثوابت، يعني الكره الثابته النادي الاهلي لو استغلها، تاكيدا على كلامك، النادي الاهلي لو استغلها هيجيب منها اهداف، لكن الناس كانت مركزه معايا انا بس انا قاعد. لا طبعا، يعني هو مهم طبعا ان احنا فانا باكد على كلامك، برافو عليك، نركز طبعا على النقطه دي. النقطه دي مهمه جدا، انك انت ازاي تفوز، مش لازم تهاجم. الفوز مش معناه الهجوم، الفوز انك انت بتقدر تستغل في كره القدم عندك مثلا ضربات الثابته دي مهمه جدا، ازاي انك انت تستفيد منها. وبالتالي النادي الاهلي مطالب بكره ان هو يستغل في زمن الدفاع. هنتكلم مع فيديوهاتك وتتكلم براحتك، بس اخد راي ثابت برضو في كيف راى هذه المباراه، وهل النادي الاهلي قدر يوقف بيدفيست ولا بيدفيست وحش؟ لان الناس اللي انتقدوا ان الاهلي كسب 1-0 ثابت هم الناس اللي قالوا ان بيدفيست ممكن يكسب الاهلي. لا، انا شايف ان بيدفيست هو اللي كان خايف من النادي الاهلي، بدليل ان هو طول عمره بيلعب ب 4-4-2، بيلعب كره هجوميه مفتوحه. لا، هو في المباراه لا، غير الطريقه، لعب ب 4-3-2-1 ولعب بثلاث ديفندرات، ولعب حتى دفاع بعض الشيء دفاع المنطقه حتى في الشوط الاول كله. تمام، بدليل ان هو كان خايف من النادي الاهلي. انا شايف النادي الاهلي في المباراه دي ما كانش محظوظ. يعني حتى مش محظوظ قبل الماتش في القرعه. ما كانش محظوظ ولا ينقصه حاجه؟ لا، ما كانش محظوظ. تفرق في الشوط الثاني بدليل اصابه حسام غالي. لو ما كانش اتصاب، كابتن حسام البدري طلع وصرح، انا لو ما كانش اتصاب كان هيخرج محمد هاني ويرجع احمد فتحي ظهير ايمن ويدفع بعماد متعب. اعتقد بالتغيير ده النادي الاهلي كان يقدر يحط الجون الثاني، كانت دفاعاتهم هتنفتح. والحاجه الثانيه ان كان في ضربه جزاء الحكم برده ما حسبهاش. فانا شايف النادي الاهلي بصراحه الحظ ما كانش معاه، ولكن انا دايما براهن على معدن اللاعب المصري في وقت الصعب. يعني وقت الاهلي بتطلع، وخاصه شخصيه لعيبه النادي الاهلي دايما بتيجي في وقت الازمات بتاخد منه الاكثر من 100% من مستواه. فانا دايما براهن على يعني المعدن اللاعب المصري، ان شاء الله ان هم يقدروا ان هم يعدوا الماتش الصعب ده. يعني ما كانش محظوظ في التغييرتين، تغييرتين اباي وحسام. والحاجه الثانيه ضربه الجزاء، فدي برضو كانوا هيغيروا مسار الماتش تماما. يعني انا اهو هم اللي بيقولوا مش انا، عشان ما حدش يقول ان انا بدافع كابتن حسام، كان عنده تغييرتين اضطراريتين كان ممكن يقلب بيه المباراه، خصوصا ان هو نزل حمودي. قول، عايز اخد بس من كلام احمد ان المدير الفني اللي بتفيست غير خطه اللعب عشان خاطر كان نقطه قوه النادي الاهلي. احنا عارفين طبعا نقطه قوه النادي الاهلي في خط النص. تمام، المفترض ان كابتن حسام كان يعمل نفس الشيء، انه نشوف فين نقطه الضعف اللي موجوده عند بتفيست وابتدي اشتغل عليه، وده مطالب بيه برده كابتن حسام البدري بكره ان هو يعمله. ان انت لازم تعرف فين نقطه الضعف اللي عندك او المنافس. لان طبعا خلاص انا عارف ان انت المنافس قدامي بيلعب معايا، انا عارف ان هو عارف نقاط القوه بتاعتي فبيحاول يقفل عليا، فانا بحاول العب بتريك تاني او بخدعه تانيه. ده مهم جدا في كره القدم، انك انت كل ما يبقى فيه سؤال انك انت تغير الاجابه. هو يعرف يجاوب فانت تغير السؤال. تمام، وهكذا. تمام، ده الشطرنج، مباراه الشطرنج اللي بتبقى موجوده في كره القدم، وعشان كده هو صراع كل مدربين. لازم في الاول وفي الاخر انت مش مجرد بس خطه لعب ثابته. بالنسبه للتغييرات انا مختلف شويه في فكره التغييرات الاضطراريه، لانك انت عندك لاعبين جوكرز في قلب الملعب.
ابرز اللعيبه الجوكر الموجوده عندك على سبيل المثال عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في حاله اصابه حسام غالي وعبد الله ما كانش موفق او ظروف المباراه ما ساعدتوش ان هو يظهر بشكل جيد جدا في المباراه، انك انت كنت ممكن ترجع عبد الله السعيد يعمل دور حسام غالي ومش اول مره يعملها، لعبها كتير جدا خصوصا انك انت محتاج انك انت تجيب الجون الثاني، فكان لازم ان حسام غالي وقت ما يجي يخرج، خصوصا ده كان التغيير الثاني الاضطراري. يعني لو كنت هقول التغيير الاولاني كنت هقول ممكن كابتن حسام فكر في الامان اكتر شويه على اساس ان انت لسه عندك تغييرين، لكن انت قبليها بثلاث دقائق لا خليه كمل خليه كمل ان اجاي خرج التغيير الاولاني، كان المفترض ان التغيير الثاني كان يبقى عبد الله السعيد يكون موجود مكان حسام غالي ويكون انت على حسب رغبتك انك كنت هتنزل. طب واحد هو مين لازم مكان غالي؟ اللي نزل مكان غالي حسام عاشور. تمام انا 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 خليني معاك للاخر يعني عشان برضو النقطه دي كانت محل جدل كبير هنا برضو في الاستوديو التحليلي، لان في برضو ناس قالوا كان المفروض يعمل زي ما انت قلت كده، وفي ناس قالوا زي ما ثابت قال يا جماعه احنا لسه في الدقيقه 60 وخلي بالكم بتفيستا ده مش فريق سهل، هو يستنى اي غفوه عشان يبدا يفاجئك على طول. عبد الله السعيد هل عنده قدرات حسام عاشور في الحفاظ على الحاله الدفاعيه؟ احنا بنتكلم ان انت من اول مباراه انت بتلعب بمين جنب احمد فتحي؟ بحسام غالي. بحسام غالي. حسام غالي ومع ذلك قدرات حسام غالي في الدفاع انت ما كنتش بتعمل الدفاع، كنت بتفتك الكره كتير او بتحاول تستخلص الكره بشكل كبير، دي نقطه. النقطه الثانيه ان انت لازم تشوف كان بيدفيست كان بيلعب من ايه. احنا لو اتفرجنا على المباراه بشكل بطيء وحللناها دقيقه دقيقه هنلاقي ان حدود خطوره بيدفيست كانت على حدود منطقه الجزاء، ما كانش في اختراقات لعمق الملعب، وبالتالي الثلاثي المتحرك اللي هو سواء كان كلايت او بيلامبي او مهانجو الثلاثه كانوا بيلعبوا لبره ما كانوش بيلعبوا لجوه، فانت ما كانش عندك عمق هجومي، كان سيطره الكره ما كانش عندهم عمق هجومي. طب عشان انت مقفل كويس ولا هم عشان هم لا عشان هو اختار ان هو ما يلعبش براس حربه. هو اختار انه ما يلعبش براس حربه اساسي، ما لعبش بروجرز، ما لعبش بكين، فبالتالي انك انت كان عندك النادي الاهلي مش لازم ان انا ابالغ في القدرات. يعني المفترض ان انا بلعب في بدايه المباراه لعبت 60 دقيقه بالفعل بحسام غالي اللي هو متحرك او زايد في الهجوم ووراه احمد فتحي، ما ينفعش ان انا اجي عند الدقيقه 60 المفترض فاضل لي نص ساعه عشان خاطر احاول اخطف الهدف الثاني وارجع اقول لا انا كده بغامر. لو عايز ترد عايز ارد ان محمد هاني اصلا كان غير موفق في المباراه، ده هولندي كان عامل عليه جيم هايل، كان الباين عليه ان هو اتقل من محمد هاني، فهو كان محتاج اصلا ان هو يخرج محمد هاني ويرجع احمد فتحي. ممكن نقول يا ثابت عشان يعني برضو خلينا انا ادي لك ضوء، ممكن نقول ان ما كانش في مسانده دفاعيه لمحمد هاني؟ لا هو يعني جابها اليسرى بتاعه بيدفيست جابها خطيره جدا. تمام. فمحمد هاني برضو كان بيجي عليه ثلاثه سواء مهانجو سواء انا بفكرك يعني بيجي عليه ثلاثه فاهم، فانا شايف بصراحه ان محمد هاني كان غير موفق تماما. انا بس احنا بنتكلم دلوقتي في نقطه صالح عبد الله السعيد وحسام غالي، انا بتكلم في النقطه بتاعت عبد الله السعيد وحسام غالي كمان في الدقيقه 60، فانت محتاج برضو يعني تستنى 10 دقائق كمان وبعد كده تدفع بعماد متعب. انا مش مختلف ان انت تدفع بعماد متعب، انا بتكلم على التغيير الثاني اللي كانت هم ضغطوك يعني هم ضغطوك في اخر الشوط الثاني كمان انت الضغط ما حصلش في اخر 10 دقائق لما اللياقه البدنيه تاثرت للنادي الاهلي، لكن انا بتكلم في التغيير الثاني للنادي الاهلي انك انت كان عندك حسام غالي كان مش موجود، كان عندك لاعب يقدر يقوم بنفس ادوار عبد الله السعيد اللي يقدر يقوم بادوار حسام غالي، خصوصا انك انت اعتمدت على نفس الفكره لمده 60 دقيقه. طب هو حلو، هو الاختلاف حلو قوي لكن عارف ايمن، عارف احنا بنتكلم حلو قوي قبل الماتشات بنقول يا جماعه في نقاط ضعف ونقاط قوه، لكن في ناس مش احنا خالص، انا عارف انا قاعد بتكلم مع مين، الناس بتفهم كوره فعلا. في ناس يا جماعه بيعرضوا الصوره وبداوا يتكلموا على الصوره اللي هم شافوها خلاص اوريدي، اللي انا لو جبت واحد من الشارع عايز اتكلم هيقول لك لا المفروض كان عمل كذا والمفروض كان عمل كذا، لكن هنا اختلاف صحي جدا، وبكره هنشوف هل هو الفريق ده فعلا بالقوه اللي تخوف نادي الاهلي واللي كابتن حسام بدري عمل لها مليون حساب في الماتش الاول، ولا هو بيدفيست كان شكل بس ومنظر بس. بكره هنشوف فك الاختلاف ده الاشتباك ده، يقول لك ان النادي الاهلي في البطوله الافريقيه لكره اليد متقدم في الشوط الثاني او خلص الشوط الثاني 25-12 على فريق بافيا الكاميروني، ومتقدم في الشوط الثالث كمان ان شاء الله تبقى اول في البطوله الافريقيه في تونس. ماشي يا مصلح، تبقى اول مباراه فوز للنادي الاهلي في البطوله الافريقيه في تونس وان شاء الله ياخد البطوله. يلا نشوف بقى فيديوهاتنا عشان الوقت ما يجريش معاكم. ايه نبدا بمين؟ ماشي. اول حاجه طبعا معانا بدايه نقاط قوه فريق بيدفيست. يلا جاهزين يا جماعه، هناخد ثابت. يلا طب يلا محطه البناء بتاعت فريق بيدفيست احنا نتكلم فيها. تمام. اول حاجه طبعا معانا فيديوهات لسيفيسو هولانتي اللي هو الظهير الايسر دوت محطه البناء ليهم الهجمات من الخلف. هتلاقي في الفيديو بيبين ان هم حتى لو اللاعب واقف في مساحه ضيقه هم بيبصوا له الكوره عشان يمررها عشان هو يلعب التمرير الطولي من خلف. خلي بالك فإذا انت قلت هاني كان وحش، انا ما علقتش، لكن الباك ليفت بتاعهم ده
مش هو طبيعي. ده هو ده ده مفتاح لعبهم مش طبيعي. بناء الهجمات من الخلف، هم بيمرروا له الكوره عشان هو يلعب التمرير الطولي. فهو ده تجازه بالفات ده اكتر لاعب في فريق بيدفست عامل تمريرات صحيحه، عامل 52 تمريره، واكتر لعيب في المباراه كلها، ثاني اكتر لعيب في المباراه كلها بعد عبد الله السعيد عامل تمريرات صحيحه. احنا عايزين نقول الثابت الجديد اللي عايزين نقوله، احنا عايزين نقول ان اهو في لعيب اهو قوي جدا، وازاي نتعامل معاه. يعني نتعامل معاه طبعا بالضغط عليه، لازم بالضغط العالي عليه. بعد ما تشرح الفيديو، يلا يا جماعه الفيديوهات ايه جاهزين، هنلاقي اللعيبه دليل ان هو معدل لمس الكوره بتاعه عالي جدا، ومعدل التمريرات بتاعه دليل ان اللعيبه بتثق فيه. يعني زي مثلا عبد الله السعيد في النادي الاهلي، اللعيبه دايما هو المواصلات بتاع الفريق. دايما هنا كده اللعيب ده هو اللي بيبني الهجمات من تحت. فانت لازم تضغط على اللعيب ده، سواء بعمر جمال، سواء باللي تحته عبد الله السعيد، بالتناوب ما بينهم عشان معدل البدني ما يهلكش ما بينهم. تاني حاجه برضو الجناح الايمن وليد سليمان لما يتقدم بيكون بالضغط عليه. فانت لازم ايه توزع الضغط عليه، ده اهم لعيب عندهم في الدفاع، هو اللي بيبني الهجمه من تحت. ده اهم لعيب. يمكن لو بدانا برضو الفيديوهات هنلاقي كده. احنا عشان هم عايزين نطلع فاصل عشان نحضر كل حاجه ونجهز كل حاجه، نطلع فاصل ونرجع لكم على طول. خليكم معايا، يعني حديث حلو قوي، بنقول نقاط الضعف نقاط القوه في بيدفست وازاي الاهلي يقابلها، وان شاء الله يبقى مكسب بكره. خليكم معايا فاصل وارجع لكم على طول. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه طبعا معايا احمد ثابت وايمن محمد، بنتكلم على المباراه بكره وصعوبتها وسهولتها، وازاي النادي الاهلي يسهلها على نفسه او يصعبها على نفسه، ان شاء الله تبقى سهله من خلال تحليل احمد ثابت. قول لي. طبعا اول حاجه عندهم زي ما قلنا محطه البناء اللي من ورا هو سيفي سهولانتي. دايما هم بيجمعوا اللعب ناحيه اليمين والكره بتروح له عشان يلعب هو التمرير الطولي. تمام. اذا لازم النادي الاهلي رقم واحد يضغط على هالانتي اللي هو الظهير الايسر، ضغط عالي ما يخلوش تماما ان هو يبني الهجمه. ده هيفرق جامد جدا ان انت هتعطل هجمه بيدفيست من الاول خالص. افرض الكابتن حسام عايز يسيب مساحات لبيدفيست يلعب فيها في الاول، ماشي، ما انت هتسيب مساحات، بس اللاعب ده بالذات لازم تضغط عليه. يعني سواء وليد سليمان سواء عبد الله، اقرب واحد دايما يكون هو اللي بيضغط. لازم، لان اللاعب ده هو يعني المفكر بتاعهم من ورا، يعني هو اللي بيبني الهجمه. لو سبت مساحات في الثلث الهجومي بتاعهم او الثلث، لو سبت مساحات هتسيبه هو يروح، هو بيروح وبيعمل الاوفر، تبقى مشكله لان الكروسات بتاعته قويه كمان. حتى لو من نص ملعبه، حتى لو من نص ملعبه هو هيروح، هو هيروح وبتتلعب له من وراه، من ورا مثلا محمد هاني وبيعمل الكروس. هو يعني حتى لو كده التفكير بتاع كابتن حسام ممكن بيقفل بمحمد هاني واحمد فتحي ووليد سليمان. ده اعتقد الاقرب بكره ان هو هيلعب بالثلاثه دول، يعمل مثلث على هالانتي، ده الاقرب. تاني حاجه طبعا لازم اغلاق الاطراف جيدا للنادي الاهلي، لان هم بكره هيلعبوا باربعه، هيرجعوا لطريقتهم العاديه اللي هي 4-4-2. هنشوف عوده مهالبي اللي هو بيلعب في كاس الامم الافريقيه تحت 21 سنه، رجع من كاس الامم ورجع، واللعيب ده سريع جدا ويمتاز بالسرعه، بيلعب جناح يمين طبعا هيرجع، والناحيه الثانيه هيبقى كيلاتيه. فاذا هيبقى عندهم جناحين في منتهى السرعه والقوه والمهاره، هيفرقوا جامد جدا معاهم. فلازم طبعا اغلاق الاطراف، سواء انت لعبت بكلفت الجناحين بتوع النادي الاهلي سواء وليد سليمان سواء مؤمن زكريا ان هم يرجعوا يساندوا الظهرين، سواء لعبت بثلاثه وعملت استره دفاعيه، لعبت بثلاثه ارتكاز. لازم الاطراف تماما تتقفل جيدا، لان اللي هيدافع كويس هو اللي هيكسب بالمباراه دي. احسن من وجهه نظرك ثلاثه ولا اثنين؟ لا انا شايف اثنين. تلعب لعبك عادي خالص، ما تلعبش بثلاث ديفندرات، تلعب لعبك عادي 4-2-3-1، عشان كمان تستغل قدرات عبد الله السعيد في الربط ما بين الخطوط. لان كابتن حسام لو لعب بكره ب 4-3-2-1 هيضطر ان هو مثلا هيلعب باحمد فتحي وعمرو السوليه وحسام عاشور، هيضطر يلعب عبد الله السعيد جناح ايسر، ودي هتبقى مشكله. عبد الله السعيد في ناحيه الجناح بينزل شوية، مش سريع، بيتجه للعمق، ما عندوش القدرات الدفاعيه مثلا زي مؤمن زكريا، زي حمودي، مش مميز هو في حته القدرات الدفاعيه. هو عبد الله دايما كونكتور، عبد الله يوصل، عبد الله يديك التمريره الحاسمه، يلعب دايما للعمق، يقرب من المرمى، لكن عمره ما يلعب طرف. فدي طبعا بتقلل من قدرات عبد الله السعيد شويه. تمام. دي انا شايفها طبعا مع اغلاق الاطراف، دي مهمه جدا جدا. تاني حاجه يعني مركز عبد الله السعيد، دي انا شايف بكره اعتقد الناس كلها هتتكلم على مركز عبد الله السعيد. انا متوقع بكره ان كابتن حسام ممكن يلعب عبد الله السعيد جناح ايسر، ودي ممكن لعب بثلاثة، هيلعب 4-3-2-1. يمكن التشكيله الاقرب للنادي الاهلي معروف، احمد فتحي، حسام عاشور، عمرو السوليه، وليد سليمان، عبد الله السعيد، عمرو جمال. ده التشكيل باذن الله يعني بنسبه 90% للنادي الاهلي. طب نروح لايمن عشان ما يبردش مننا كده. عندنا المؤهلات اللي تخلينا نلعب على الكونتر اتاك، على الهجمه المرتده. انا مش عايز العب كونتر اتاك اول حاجه. طب لا، انا في ظل الكلام اللي بتكلمه ثابت، هنلعب الكونتر اتاك ازاي؟ هو لو بنلعب بثلاثه في نص الملعب،
لا ما هو انا برضو انا عايز اعرف الثلاثه مين، انا اللي اختار الثلاثه ولا طبقا للتشكيل؟ لا احنا بنقول على احمد ده، على التشكيل احمد اللي هو عاشور وفتحي وسليم. لا طبعا انت كده بتضغط نفسك. انت كده مش هتقدر تطلع للجزء الهجومي بتاعك، مش هتقدر تعمل هجوم منظم، هتبقى طول الوقت مضغوط وهتاخد الكوره وتحاول انك انت تعمل شبه هجمه ترتد عليك وتحاول ترجع تاني. عبد الله السعيد طبعا لو اشترك كجناح، قدرات عبد الله جيده طبعا، انك انت ممكن يرسل كرات عرضيه بشكل جيد، لكن عبد الله هيرسل كرات من وضع الثبات، هيعتمد اكتر ان علي معلول يطلع عشان خاطر يعمل له الاوفرلاب وهو ابتدي ياخد الكوره من تحت. لو عمل كده انت بالتالي هتقدر هتكشف الجزء الدفاعي اللي عندك. المفترض ان في الثلاثي اللي في خط النص اللي هو السوليه وفتحي وعاشور ان هم يعملوا ده، لكن من معرفتي بفكر كابتن حسام البدري، كابتن حسام البدري مش هيخلي الاطراف تتقدم بشكل كبير. فعشان كده كان في حل تاني وافضل، انك انت تقدر تستفيد من العناصر بتاعتك الموجوده كلها. فكره انك انت لو احنا اتكلمنا الاول بس على نقاط الضعف بتاع بيدفيست، هنقدر نوصل منها ليه هنختار التشكيل تمام بتاعنا. طب فلو الفيديو نبارك الاول لكره الطايره طبعا، عشان يعني اول خطواته الافريقيه النادي الاهلي بيهزم بافيا الكاميروني بثلاث اشواط مقابل لا شيء، 25-19 25-17 25-19 25-19 ايضا. الف مبروك لفريق النادي الاهلي كره طائره رجال، مبروك كابتن مسلح، ان شاء الله من تقدم لتقدم، ان شاء الله ترجعوا لنا بالكاس الافريقي ان شاء الله. اتفضل. اي احنا دلوقتي لما نيجي نتكلم على الفيديو الاولاني اللي هو الخاص بالنقاط الضعف بتاعت نادي بيدفيست، يلا يا جماعه جاهزين بالفيديو اللي كانت موجوده طول الوقت للنادي الاهلي، والنادي الاهلي للاسف ما استفادش منها. الكرات العرضيه كانت مهمه جدا ان الاهلي يستفيد بيها، خصوصا ان التنظيم الدفاعي بتاع بيدفيست زي ما احنا قلنا انه كان تنظيم سيء. فريق ما بيقفص المدافعين، مش لا يتم ما بيحلوش حتى على الكره، خروج حارس المرمى كان ليه ايمن مع انهم هدافين. طب يلا ده الفيديو بتاعك. ده الفيديو، لا ده الجرافيك، انا كنت عايز الفيديو الاولاني. لا يا ريت لو نطلع الفيديو. طب ده الفيديو الهجومي، خلينا معلش عشان طيب اوكي. لو احنا نقف هنا ثانيه واحده بس، نقف يا جماعه خليكم معانا الساده المشاهدين. احنا ابتدينا بتشكيل ايه، انا اخترت تشكيل المناسب لنقاط ضعف بديفيست، نقاط ضعف بديفيست اللي هو ايه، اللي هو اللي هي الكرات العرضيه، وفي نفس الوقت انت عندك الاطراف بتاعته سريعه. فبالتالي انا عايز اعمل تشكيل يكون مناسب دفاعيا وهجوميا ليا. طب فانا اخترت مين؟ اخترت احمد فتحي باك يمين، اخترت سعد ونجيب سعد وسعد سمير وحجازي بالدفاع، صبري رحيل ظهير ايسر، الثلاثه اللي في خط النص حسام عاشور وعمرو السليه وعبد الله السعيد، الثلاثه حسام عاشور وعبد الله السعيد وعمرو السليه الثلاثي، عبد الله السعيد والسليه. احنا قلنا احمد فتحي باك يمين. تمام. عندنا الاطراف الهجوميه، عندنا علي معلول وليد سليمان وقدامهم ضرب احنا نضرب ضرب لا هو كل حاجه ليها فكر، ليها فكر. طيب. ولو ما علي معلول ووليد وليد سليمان وعمرو جمال. تمام. عمرو جمال، نقف هنا ثانية واحدة، يا ريت لو نرجع للجرافيك من الأول عشان خاطر نبتدي نوضح للسادة المشاهدين احنا ليه اخترنا التشكيل ده. أول حاجة احنا هنقف هنا ثانية واحدة، دلوقتي الفريق بيدفيست بيلعب ب 4-4-2 تمام؟ فبالتالي أنت عندك ثنائي الارتكاز، أنت بتحاول تخلي في عندك الثلاثة في العمق، الثلاثة دول في العمق مين هيبقى؟ عندك السولية، عندك عاشور، عندك عبد الله. مين اللي هيستلم الكرة عشان خاطر يبني الهجمة؟ المفترض انه حسام عاشور هو الارتكاز المتاخر. لا احنا هنخلي عمرو السوليه هو اللي يبتدي يستلم الكره من الدفاع عشان هو عنده الفيجن عاليه. هستنى لغايه ما ثنائي عنده الرؤيه عاليه بالظبط. اول ما بيبقى ثنائي الارتكاز موناري وسكوت بيحاولوا يضغطوا لقدام عشان خاطر يحاولوا يستخلصوا الكره، بيبتدي عبد الله السعيد يتحرك. مش هدي لعبد الله السعيد على طول، في حاجه اسمها في كره القدم الفري مان، الرجل الحر، ازاي انا بقدر اخلق المساحه. فبالتالي وليد سليمان انا هستغله ان هو بيتحرك من الطرف، هياخد معاه هلانتي اللي هو الظهير الايسر بتاعهم القوي جدا، هيبتدي يخش معاه في العمق اللي احنا شايفين وليد سليمان عليه الهايلايتس وبيتحرك بالخط الاصفر. هلانتي لما يجي يبتدي يتحرك معاه، هو انت كده وقفت انت وقفت لغايه منطقه معينه، اديت الكره من عمرو السوليه لوليد سليمان، نكمل الكره في وليد سليمان كده متسلل وراء الارتكازات الخاصه بديفيست. عبد الله السعيد كمان وهو بيتحرك وبيستلم، وليد سليمان بيستلم الكره، عبد الله السعيد بيقدر يتحرك. وبالتالي انت خلقت موقف من موقف ان هم كانوا بيضغطوا عليك او بيحاولوا يعملوا استخلاص مبكر للكره، انك انت نقلت الكره بسرعه. طيب دلوقتي هيبقى عندك فرصه انك انت يكون عندك لعيب في مركز الجناح اللي هو علي معلول. انت محتاج ايه من المباراه؟ محتاج انك انت تسجل هدف في بيدفيست. طيب ايه هي نقطه دفاع، نقطه ضعف في بيدفيست؟ الكرات العرضيه. الكرات العرضيه. طيب يبقى انت محتاج لعيب على الجناح الايسر والجناح الايمن يقدر يرفع كرات او يبقى عنده دقه في التمريرات الكرات العرضيه، او على الاقل القليل يعمل لي كرات عرضيه تكاد تصل الى مرحله الخطوره الهدف او الى ضربه ركنيه. طيب الكره دلوقتي بتتحرك من
وليد سليمان وبيبتدي ياخد مكانه ناحيه الهجوم، وعبد الله السعيد بياخد الكره هنا، علي معلول بيبتدي يتحرك في الطرف هنا. لما علي معلول بيتحرك ناحيه الطرف الايسر، عبد الله السعيد هنا تحول. احنا كده كاننا شايفين الطريقه 4-2-3-1، لكن هي ابتدت في الاول ازاي؟ ان عبد الله كان موجود مع الاثنين بتوع خط النص، علي معلول اتحرك وفي نفس الوقت هو محمي بصبر الرحيل عشان خاطر الكرات المرتده. هنا هيبقى قدام علي حاجه من الاثنين، يا اما يضغط على عبد الله السعيد فالمساحه تتفتح اكتر امام علي معلول، او ان هو يحاول يعمل ضغط يعني ضغط وهمي انك انت بتحاول بس تستنى الكره لغايه ما تشوف الكره واصله فين. فهنا عندنا علي معلول بيبتدي يتحرك وياخد الكره لغايه الاخر نكمل الكره. عندنا طبعا عمرو جمال، لو الكره طبعا جيده او اتعملت بشكل جيد هيبقى انت عندك فرصه جيده جدا للتهديف، لانك انت اغلبيه الاوقات او اغلبيه الهجمات اللي شكلت خطوره على مرمى بيديفيست في مباراه الذهاب كانت هي الكرات العرضيه. فده الحل الاولاني او الخيار الاولاني، انك انت ازاي تستغل طريق بناء اللعب وتختار تشكيل مناسب للقوات لنقاط القوه الخاصه ببيديفيست، وكمان تقدر تستغل النقاط الضعف اللي موجوده عنده. تعالى بقى نشوف بقى في الجرافيك الثاني اللي هو دوت. طب لا خلينا نسمع راي ثابت في كلامك وارجع لك. هو كان في جرافيك ثاني بس كان بيكمل برضه. خلينا في الجرافيك ده. أوكي. خلينا في الجرافيك ده ماشي. انا عاجبني بصراحه حاجتين في التشكيل ومش عاجبني حاجه. عاجبني اولا ان هو بدا باحمد فتحي صغير ايمن، دي نقطه مهمه جدا، وانا معاك لان في اوقات لازم تحافظ فيها على بعض اللعيبه. محمد هاني عامل موسم هايل جدا، ممكن لا قدر الله لو ما وفقش يعني يحصل دروب، فانا عايز احافظ على محمد هاني، ممكن استغل الشوط الثاني مثلا كجناح ايمن، دي نقطة مهمة جدا. احمد فتحي انت عندك في الجبهة اليسرى عندهم، خلينا نبعد عن الاسماء دلوقتي. انا بتكلم ان احمد فتحي كظهير ايمر مهم جدا، مصلحة الاهلي بتقول ان احمد فتحي لازم يكون ظهير ايمن ماشي. عشان عندهم مهانجو بيتحرك تحركاته القطرية ناحية الشمال، عندهم هالانتي الظهير الايسر ماشي. عندهم مهالبي او كلاتيه جناح ايسر، ثلاثة تقال جدا، محتاجين واحد بخبرات احمد فتحي زي ما بنقول عليه العين الحمراء دايما يطلعها لهم ان هو يقفل الجبهة دي تماما. دي نقطة. النقطة الثانية اللي عجباني بصراحة في التشكيل مركز عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لما يلعب كسيم اف كلاعب ارتكاز ثالث احسن بكتير لما تلعبه جناح شمال. انت كده ما تطلعوش كده يقدر يقرب محمي بعاشور والسوليه، يقدر يقرب يروح ويشوط استغل قدراته في التسديد. مش عاجبني صبر رحيل ومعلول. صبر رحيل بقاله زمان ما بيلعبش، وانا شايف ان علي معلول بصراحه انت بتلعب بثلاث يعني بثلاث ارتكاز محمي، فانت علي معلول يقدر يتقدم براحته جدا ويقدر ان هو ياخد راحته. خاصه كمان في نقطه مهمه جدا، انت عندك حمودي لازم تستغله، هم عندهم نقطه ضعف واضحه، نزير علي الظهير الايمن بطيء جدا وده لازم تستغله، لازم تلعب كرات من وراه. حمودي لو لعب وراه اعتقد هيفرق جامد جدا مع النادي الاهلي. وعلي معلول، علي معلول يعني لو عملوا جبهه تبقى جبهه قويه جدا. علي معلول مين؟ يعني حمود يلعب ورا نزير علي ورا الظهير الايمن، يلعب قدامه خاصة كمان ان في ثلاثة تفندرات، فهيبقى حمودي وعلي معلول. علي معلول يقدر يطير محمي السولية يعني بيغطيه. كان معايا كابتن عادل عبد الرحمن هنا امبارح، قلت له طبعا عادل عبد الرحمن هو يعني يعني كابتن فقلت له ازاي نستغله، ازاي نستغل حمودي يعني احسن حمودي. استغلال قال لي ان انا العبه تحت الفرود او ناحية اليمين او ناحيه الشمال. احنا معانا فيديو وارقام ليه. هو عشان هو داس فيه قوي، فانا كنت عايز في هدف مشهور جدا لاحمد حمودي مع نادي الزمالك في مرمى بجاية الجزائري بره في الجزائر، قدر احمد حمودي ايمن حفني لعبها له وقدر ان هو يقطع من ورا الظهير الايمن ويخش ويحط انفراد جون. دي برده دي ممكن تستغلها جدا من احمد حمودي سريع، وهم عندهم الباك ده ضعيف جدا. احنا برده لو شفنا ارقام احمد حمودي معانا في المقارنه كده، بس عدلته راحت يا سيد. عدلته ازاي؟ يعني عدلت حمودي ان هو يدخل لجوه كده؟ لا ما هو بيخش حمودي يقدر يخش. تمام. لو ممكن حل تاني، ممكن تبدا بمؤمن زكريا بحيث ان يعني انا شايف برضو أنا حل افضل ان ممكن مؤمن زكريا لسبب واحد ان مؤمن زكريا قدراته الدفاعيه عاليه جدا أوي. ثانيا ان انت تقدر مع الدقيقه 30 لو لا قدر الله في اي حاجه في الماتش تدفع بحمودي بنزعه هجوميه اكتر من مؤمن زكريا. دي يعني النزعه العلنيه شويه. لكن لو انت انا دايما بقول النادي الاهلي لازم يلعب في الماتش ده على الضربه القاضيه. الضربه القاضيه دي زي الملاكم كده، ان انت عايز تجيب جون، عايز تخلص الماتش، لازم تلعب على جون. عشان النادي الاهلي يكسب لازم تلعب على جون. انا معاك. انا بس اقول لك اعتراضي، انا كمان اعتراضي بس على صبر رحيل، لانك انت كده هتقتله لو اي غلطه بكره صبر رحيل هيبطل كوره. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان علي معلول هنفتقد اللي انا دايما بقول عليها، ان هنفتقد الجناح اللي بيدخل فيرو الثاني، هنفتقده خالص. علي احنا كده بنتكلم على اسلوب هجومي، انك انت عامل معاك الهجمه. لا احنا بنتكلم، معلش احنا بنتكلم في نقطه معينه مهمه جدا. المدير الفني لازم يبص للدقيقه 90 ولضربات الجزاء. انا ليه اخترت صبر رحيل وعلي معلول؟
ممكن الناس بتتكلم ان صابر رحيل، صابر رحيل الادوار اللي هتبقى موجوده قدامه. انت قلت اوكي طبعا. ما انا مختار ليه، ما انا مختار صابر رحيل كمان ليه، انا عايز الناس بتقول برده ان صابر رحيل بقى له فتره غايب. صابر رحيل برده قدراته الدفاعيه جيده مش سيئه، بس بعيد قوي عينك. انا مش بتكلم، انا مش بتكلم، خلي بالك يا كابتن، كلاتي لعيب كبير قوي. ما انت قدامك علي معلول برده، ما هو بيلعب مع علي معلول. علي معلول حفظه الماتش اللي انا بتكلم ان علي معلول. انا عايز اوضح طيب بس نقطه مهمه جدا، عشان نتكلم كلام، انت بتتكلم كلام اهم من اللي احنا اصل احنا نقعد نرد على بعض. لا انا بتكلم في نقطه معينه. أوكي. يعني علي معلول ليه في الجبهه دي، علي معلول، علي معلول ليه هيبقى موجود في المكان دوت وراه لازم يكون في ظهير ايسر، واستغل علي معلول كجناح ايسر عشان خاطر لو مؤمن زكريا لو موجود مش هيدي لي الكرات العرضيه اللي انا عايزها بنفس الدقه دي. انا محتاج واحد يكون موجود بيعمل الكرات العرضيه دي، وفي نفس الوقت واحد يكون مامن وراه عشان خاطر كلايت اللي بيقدر يتحرك، او عشان خاطر الهجمات المرتده. فانا ضحيت بمركز دفاعي وفي نفس الوقت اديت قدرات هجوميه لعلي معلول. نقطه تانية سريعه، ان انا في قلب المباراه اقدر اغير ان انا اخلي صبر الرحيل يطلع، لو انا مثلا لو النتيجه ما كانتش سيئه وهو حتى لو كان سيء في قلب المباراه ممكن اغيره ويبقى علي معلول موجود، واقدر انزل مؤمن زكريا. مؤمن زكريا حمودي لياقتهم البدنيه من غير مكتمله، وبالتالي انت محتاج انك انت تصبر عليهم شويه وتقدر تدفع بيهم في الشوط الثاني. مؤمن لياقته مكتمله ليه؟ عشان خاطر عنده اصابه. بس مؤمن تشوف مؤمن يعني ما هو مؤمن زكريا برضو لعب 45 دقيقه في مباراه بيدفست ما كانش موفق. فانا بتكلم في نقطه مهمه جدا، انك انت ازاي تبقى عندك اوراق رابحه في الشوط الثاني. فبقى انت كده عندك حمودي، عندك كده صالح جمعه، عندك مؤمن زكريا، عندك عماد متعب، عندك اربع اوراق هجوميه تقدر تغير بيه. انا اقنعك بحاجه، احنا اتفقنا الثلاثه في نص الملعب دلوقتي اختيار هايل بالنسبه لك، يعني بالنسبه لنا كمان انا مقتنع بيه جدا. طب ليه خايف انا، ما انا حتى لو لعبت معلول تحت وخليته يطلع عشان خاطر، عشان خاطر مين اللي هيعمل الكرات العرضيه؟ انا بس برضه ما هو معالي معلول لو بيلعب حمي السولية، حمي حسام عاشور، حمي لازم نشوف ان السولية لسه اول مباراه ما لعبش مباراه بقاله كتير. طب بتلعبه ليه بقى ايمن لما هو لسه؟ عشان خاطر لا، ما انا بلعبه ليه عشان خاطر انا مجبر ان انا اخلي احمد فتحي في الجنب، في الجنب اليمين. وبالتالي ان السولية اللي هو موجود هو محمي بعاشور وعبد الله. فانا بقى هي فكره بتبقى فكره الورك ريت بتاعه الفريق او بتاعه الجبهات بالكامل. تمام. مقارنه طبعا في ارقام اخر اللعيبه في اخر ماتشين شايفين يعني ينفع نعرضها على الشاشه اللي جنبي؟ نعرضها هنا. يلا يلا هي في وشك اهي يا ثابت. اهي ماشي. في اخر مباراتين جونيور اجاي وحمودي ووليد سليمان، يمكن الارقام بتبين ان حمودي قد ايه اهميته مع النادي الاهلي. يعني جونيور اجاي لعب في اخر مباراتين 152 دقيقه، حمودي لعب 72، وليد سليمان لعب 91، ومؤمن طبعا لعب شوط واحد. دقه تمريرات اجاي 79%، حمودي هو دقه تمريراته الاعلى 89%، وليد سليمان 84، مؤمن 58. تمام. طبعا هو مؤمن بره التقييم شويه لانه لعب 45 دقيقه، تمام، عشان ما يتظلمش. اجاي طبعا عمل اسيست، الباقي ما عملش. اكتر واحد صنع فرص فيهم هو حمودي، رغم ان هو لعب 72 دقيقه بيوصل زملائه للجون كتير جدا. تمام. ودي حاجه مهمه جدا. تمام. في اللاعب اللي هو الجناح او البلاي ميكر. عدد العرضيات طبعا اجاي 4 بنسبه دقه 75%. عدد عرضيات وليد سليمان 4، ممكن ولا واحده فيهم صحيحه. حمودي عمل 3، 2 من 3 يعني حوالي 67%. عدد المراوغات الناجحه برضو نسبه حمودي عاليه بالنسبه للدقائق، عمل 4 مراوغات ناجحه، دليل ان هو لاعب عنده الحل الفردي. تمام. عنده ان هو يقدر يفوت في واحد على واحد. اجاي طبعا 8، وده طبعا هنفتقده جدا. اجاي كان لو لعب على نزير عالي في المباراه دي كان هيفرق جامد جدا. تمام. عدد محاولات اجاي 3، نسبه دقه ولا واحده فيهم صحيحه. حمودي عمل محاولتين، الاثنين اون تارجت ما بين الثلاث خشبات. تمام. وليد سليمان 2 برده ما بين الثلاث خشبات. اكتر واحد قطع فيهم الكره طبعا اجاي، لانه لعب اكتر عدد من الدقائق. واكتر واحد فيهم حصل على فاولات حمودي، وده دليل برده ان هو عنده المهاره العاليه فبيحصل على فاولات كتير. تمام. اخذ 3 فاولات في 72 دقيقه. ودي حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي برده ممكن بكره يلعب على الفاولات، الضربات الثابته. مباراه زي دي ممكن تخلص بضربه ركنيه زي المباراه دي، زي المباراه اللي هي الذهاب. انا معاك، انا معاك، وخصوصا كمان ان ايمن قال ان هم عندهم مشكله كبيره جدا في يا ريت الفيديو لو جاهز بتاع الضربات الثابته نحاول نجيبه يا جماعه. بس ليه ما نفكرش ان احنا نلعب حمودي؟ ما انا برده يا كابتن ميدو، انا دلوقتي ممكن العب ميدو في الاول. ميدو واعتقد ميدو مؤمن ولا حمودي؟ انا بقول لحمودي. حمودي. حمودي لو لعب في الاول حمودي لياقته مش مكتمله، لياقته ما لعبش قبل كده 90 دقيقه. اعتقد ان احمد هيتفق معايا في نقطه ان حمودي ما لعبش قبل كده، وفي ضغط من المنافس عليه من البدايه، وبالتالي هو نازل والمنافس نازل والمنافس. لا ما لعبش حمودي مع بجايه قبل كده. لا انا بتكلم على مع النادي الاهلي، مش بتكلم على السنه اللي فاتت، انا بتكلم حمودي لعيب دولي. لا يعني حمودي خبره. ده الفيديو، يلا ده الفيديو اتفضل. يلا هو كان في فيديو اللي هو من مباراه الاهلي، من مباراه الاهلي وبيدفيست الاخيره،
يا ريت لو هو اللي كان جاهز. بس هو ده بالنسبه لفكره برضه البناء الهجومي بتاع نادي بيتفيست، ان هو دايما بيعتمد على التحركات بتاعه الاطراف، ودايما بيلعبوا الضربات الكرات العرضيه على نقطه ما بين نقطه الجزاء وما بين السكس يارد. دايما بيلعب الكره العرضيه في المنطقه دي، سواء كرات ثابته سواء كرات متحركه، دايما بيلعب في المنطقه دي. اصعب منطقه. طبعا، بس هو مميز فيها جدا. ومعنى ان هو بيلعب الكوره في المنطقه ديت بشكل محدد ان هم مدربين عليها، وبالتالي الجامبنج بتاع اللعيبه عشان خاطر هم متعودين بيبقى اعلى في المنطقه دي. ده بيبقى واضح جدا في وجود كين او روجرز. لكن ما كانش موجود او ما كانش مؤثر ليه امام النادي الاهلي زي ما في مباراه القاهره زي ما احنا قلنا، عشان اعتمد على ثلاثي متحرك، ما فيش عندهم واحد سترايكر او موجود دايما في عمق منطقه الجزاء. الفيديو بقى اللي كان موجود عندنا ما بين المباراه اللي كانت ما بين الاهلي وبيتفيست، في حوالي 7 أو 8 كرات عرضيه من اوضاع مختلفه، ضربات ركنيه، ضربات ثابته، دي كانت موجوده، ما ادتش او الاهلي ما استفادش منها بشكل جيد. ده الجرافيك اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو كان خاص بفكره وليد سليمان وعبد الله السعيد وعلي معلول. هنا كمان بقى نقف هنا ثانيه واحده كمان، دي اللي انا بقى بتكلم عليه. لو كمان علي معلول وقف وما قدرش ان هو يوصل يعمل كوره عرضيه صحيحه، او الدنيا او الباك علي كان زاني عليه او قافل عليه المساحه، اقدر ارجع تاني لعبد الله السعيد، وبالتالي عبد الله السعيد هيبقى برده متاح بالنسبه لي في المنطقه ديت. انا مش عايز عبد الله يكون موجود في عمق منطقه او حوالين منطقه الجزاء، لان هسيب الدور ده لعمر السلاله اللي بيتحرك من نص الملعب وبيزيد مع عبد الله السعيد. وليد سليمان هيخترق، مش هيبقى موجود كجناح او ليفت وينج، هيبقى ليفت فورورد. في فرق ما بين الاثنين. طبعا ليفت وينج بيبقى موجود فاتح اكتر على الخطوط، الليفت فورورد بيبقى جناح او مهاجم بيبقى انسايد جوه شويه، بيبتدي ياخد الكرات العرضيه موجوده على الزاويه البعيده. نكمل بقى الجرافيك هنا. هنا عبد الله السعيد هيبتدي ممكن يرسل كره عرضيه، يلا يا جماعه، لوليد سليمان اللي هيكون مخترق في المسافه ما بين هالانتي ومخنزي. يبتدي ياخد الكره، يا اما يسددها بشكل مباشر او ان هو يعمل لها ارتداد مره ثانيه لعمق منطقه الجزاء لعمر جمال. اوكي، يمكن تاكيدا تاكيدا على كلام ايمن، يمكن هم حاجتين. اول حاجه دقه العرضيات بتاعه النادي الاهلي في المباراه اللي فاتت، علي معلول عامل 7 عرضيات يمكن واحده بس صح من الـ7، محمد هاني عامل 3 ولا واحده منهم صح، ودي مشكله برضو عندي. دي برضو تاكيدا على كلامه، وتاكيدا على كلامه حاجه تانية مهمه جدا، ان هم عندهم ضعف واضح جدا في المساحه اللي ما بين قلب الدفاع والباك والظهير. المساحه دي عشان كده انا بفضل عبد الله يلعب في العمق. عبد الله لو لعب في العمق ومرر الكوره ما بين الظهير والمساك اللي هو التمرير الطولي خلفهم، هتفرق جامد جدا. سواء وليد سليمان قاطع تحرك قطري، سواء يعني مؤمن زكريا او عبد الله السعيد حتى لو لعب في المركز ده، هتفرق جامد جدا مع النادي الاهلي. انا معاك، بس في نقطه مهمه جدا، الحذر كل الحذر من الضربات الثابته طبعا لفريق بيتفيست. هم عندهم قلبين الدفاع هالات شواي ومخوانزي، الاثنين جايبين 3 أهداف في الدوري، كل واحد فيهم 3 أهداف. فانت مهم جدا يعني حجازي وسعد كل واحد يمسك المان بتاعه، مهم جدا الاثنين الطوال دول، لان هم الاثنين فوق 190. فدي حاجه هتفرق جامد جدا. انا في نقطه في الكرات الثابته بتبقى مهمه جدا، المديرين الفنيين حتى بره بيلجأوا دايما ليها، انك انت دايما بتخلي لعيب بيبقى فري ان هو بيراقب المساحه دايما في تحليل الاداء. انك انت لما بتلاقي فريق بيلعب الضربات الثابته في منطقه معينه، بخلي فيه لعيب هو بيروح للمساحه دي عشان خاطر ياخد الكوره، ملوش دعوه باللعيبه او ملوش دعوه بالمهاجمين او ملوش دعوه باللاعبين المتواجدين في منطقه الجزاء، انا بروح عشان اغطي المساحه دي، لان عارف او متوقع بشكل كبير ان اللعيبه او اللاعبين هيلعبوا او المنافس هيلعب الكرات العرضيه في المنطقه دي. فعشان كده كنت اتمنى ان الكابتن حسام يكون عامل حسابه على النقطه ديت، ان الكرات العرضيه لو موجوده في المنطقه اللي احنا بنتكلم فيها ما بين نقطه البينالتي وما بين السكس يارد، لو شريف اكرامي واخد تدريبات او عنده معلومه او اللعيبه المدافعين عندهم المعلومه ان هم الكرات هتتلعب في المنطقه دي، لان لعيبه بيتفيست دايما حتى التريكس اللي بتتعمل او التحركات اللي موجوده واللي حصلت حتى في مباراه سان داونز في جنوب افريقيا، برضو بيتحركوا دايما في المنطقه دي، انك انت بتحاول تخدع او تخلق المساحه في المنطقه دي. فوجود لاعب زي احمد حجازي لو مكلف برقابه المنطقه دي بس، سهل جدا انك انت تقضي على سلاح الكرات العرضيه. لو اكيد احمد حجازي مش هيبقى مكلف لرقابه المساحه، هيبقى مكلف رقابه المان، خصوصا ان هم طوال، ممكن يكلف حد تاني برقابه المساحه. ممكن بس انا بتكلم ان دايما البيج مان اللي بيبقى موجود دايما في المنطقه هو اللي بيبقى ليه الدور ده اكتر. هو البيج مان لما يكون عندك بيج مان، ما انت عندك سعد سمير. لا، ما سعد سمير لوحده مع انتوني، ما انت عندك الراس الحربه الوحيد القوي طبعا يعني ممكن يكون السوليه، ممكن برضه يبقى في واحد ممكن يكون السوليه او عمرو جمال.
ممكن يكون عمرو جمال غالبا برضه هو هتلاقي في واحد فري بياخد المساحه طبعا. غالبا برضه التشكيل بتاعهم بكره هيحصل فيه تغييرين يعني روجرز المهاجم اللي هو الاسترايكر اللي هو الصندوق زي ايام حضرتك لما كنت بتلعب اللي هو الصندوق اللي بيخلص روجرز ده نفس الفكره بالظبط كده. تاني حاجه اللي هو المهالمبي اللي هو الجناح هما الاثنين دول اللي هيخشوا في التشكيل بكره هيلعبوا 4-4-2 اعتقد ان هم برضه هيلعبوا دفاع متقدم على الدايره بتاعتهم دي نفس الفكره بتاعتهم يعني مش هتتغير وهيلعبوا طبعا هيضغطوا النادي الاهلي بس في حاجه برضه يعني ايه لو انا اقول تشكيل بالنسبه انا شايف يمكن في تشكيلين للنادي الاهلي ممكن يلعب بيهم بكره سواء لعب ب 4-2-3-1 وما غيرش طريقه لعبه. لا قول لي التشكيل الامثل اللي انت شايفه. انا شايف ما نغيرش طريقه اللعب 4-2-3-1 احمد فتحي احمد حجازي سعد سمير علي معلول اثنين حسام عاشور وعمرو السوليه قدامهم عبد الله السعيد ووليد سليمان ناحيه اليمين ومؤمن زكريا ناحيه الشمال وعمرو جمال وطبعا هيبقى اهم ورقه عندي حمودي لكن لو هلعب بثلاثه لازم من الثلاثه دول يعني انا شايف كده لازم يكون عبد الله السعيد منهم عبد الله السعيد وعمرو السوليه وحسام عاشور ما ينفعش ابدا اللاعب عبد الله السعيد جناح دي نقطة مهمة جدا. أنا معاك عبد السعيد أبدأ حتى ممكن لو لعب بتلاتة ممكن أدي الحمودي ليه؟ لأن قدرات مثلا ساعتها أنا أقدر أدي الحمودي قدراته الهجومية عالية شوية، لكن لو لعبت باتنين أدي المؤمن لأن مؤمن قدراته الدفاعية عالية ومؤمن كمان يقدر ذكي في تحركاته بدون كورة فممكن يضحك على الظهير الأيمن اللي هو نزير علي. ممكن الكابتن حسام يفاجئنا إن هو يلاعب عماد متعب من أول مباراة؟ لا صعب جدا مستحيل. صعب ليه؟ لان كابتن عماد متعب ما لعبش اكتر من 30 دقيقه ما لعبش 25 دقيقه حتى في الماتشات اللي فاتت مباراه كامله او شوط كامل ما لعبش فهيبقى صعب جدا. وكمان عمرو جمال ماشي في المباريات الاخيره بشكل مميز جدا كان الناس عايزاه بس يجيب اجوان لكن هو بصراحه كل ماتش مهاجم اساسي النموذج للمحطه بيفوز بكل الالتحامات الهوائيه الحته اللي هي ما بينه وما بين عبد الله السعيد وعمرو جمال الحته دي بتاعته هو اللي بيسيطر عليها لا كمان عمرو جمال عنده ميزه كمان مهمه جدا انك انت بتقدر تبني عليه الهجمه. في ايه الفرق ما بين عمرو جمال وملك ايفونا؟ ايفونا طبعا معشوق الجماهير الاولويه ولعيب جو فور جول يعني دايما لما كنت بتكلم مع مستر اوسكار المحل اداء الخاص بالنادي الاهلي مع مانويل جوزيه كان بيقول لي دايما جده محتاج ان هو يبقى جو فور جول ان هو ياخد الكوره ويروح للجون كان جده دايما في الفتره ديت كان بيحاول يلعب دايما اكتر على الاطراف وكان ما كانش بيروح بيتجه للمرمى فكان بيحاول يتكلم معاه دايما في النقطه ديت ان هو ياخد الكوره ويروح دايما للجول. ايفونا عنده الميزه دي ان هو ياخد الكره مش هتعرف تبني عليه هجمه بس مش هتعرف تاخد ميزه ان هو ياخد الكره ويروح للجول. لا في الاول ما كانش عنده الميزه دي كان دايما بيروح ناحيه الاطراف ده هو جه الاهلي بعد ما جه لا كان بيجي من على الاطراف كان بيجي من على الاطراف لا كان بتكلم ان هو كان بياخد الاطراف ما كانش بيعمل بنتريشن كتير كان لازم يروح للجول لازم يروح على الجول بشكل كبير زي مؤمن زكريا مثلا مؤمن زكريا دايما بيروح على الجول تمام جده كان ما كانش بيخترق على طول كان ممكن يروح يتطرف شويه يبعد شويه كان بيتكلم او كنت بتكلم على نقطه ايفونا كان عنده نفس الميزه دي انه بياخد الكوره او انك انت محتاج ترمي له الثرو عشان خاطر هو يروح يجيب الجول لكن صعب انك انت تبني عليه الهجمه. عمرو جمال عنده الميزه دي انك انت تقدر تقف عليه تقدر تقف الكوره عليه وتبتدي تاخد الوان من مثلا من فتحي مثلا او من الجناح الايمن مثلا وليد سليمان ويدي هو التو لعبد الله سعيد وتبتدي تنقل اللعب اللي هي كوراتها كابتن حسام البدر على طول يعني مش ممكن يا سابت يعني الكابتن حسام يقول ما انا ممكن ادي عماد متعب في الاول بحيث ان هو اي في حاجه كمان يخلص لي جون لا صعب لان في حاجه كمان هالاند احنا قلنا لازم تضغط عليه ضغط عالي فعماد متعب يعني حته الضغط والجانب البدني مش هتساعده ان هو يضغط 90 دقيقه على هالاند بامانه شديده فعمرو جمال يقدر يعمل الدور ده وعبد الله سعيد تقدر تستغل عماد متعب في اخر 30 دقيقه يكون حتى الجانب البدني بتاع اللعيبه واقع يقدر هو بتحركاته جوه المنطقه يخلص لك هدف الفوز باذن الله. يعني يا رب يعني وقت خلص مفيش فيديو بس الفيديو الاخير التدريب على ركلات الجزاء مهم جدا وهم بيعملوه ده شيء مهم جدا يعني وانا رايي برضو ان ممكن نستغل محمد الشناوي لو الامر احتاج يعني النهارده الوداد المغربي صعد بضربات الجزاء محمد الشناوي مميز جدا في ضربات الجزاء في ركلات الترجيح يعني ايه مش عيب ان انا ممكن انزله في اخر دقيقه ان انا عندي جون مميز في ضربات الجزاء او اعلى في حته ركلات الترجيح استغله في النقطه دي المهم ان انا اصعد يا رب يبقى لازم يكون موجود في من ضمن اللعيبه اللي موجودين في قلب التشكيل في بدايه التشكيل في ال 11 الاساسيين لازم يكون عندك ثلاثه او اربعه على الاقل يكونوا موجودين جدا لضربات الجزاء ولازم التغييرات اللي تنزل يكون اللعيبه فيها ضربات جزاء عشان كده انا خليت علي معلول وصبر رحيل الاثنين مميزين في ضربات الجزاء موجودين معايا في اول تشكيله حمودي مميز جدا بلعب ضربات الجزاء انا بتكلم ان حمودي انا مش مختلف على قدرات حمودي الهجوميه انا بتكلم على قدرات حمودي البدنيه هتقدر تخليه يلعب من اول مباراه ولا هيقدر هيتغير ممكن يبقى بديل ورقه رابحه مهمه اوكي ما احنا مش مختلفين احنا بنتكلم دلوقتي في البدايه ان علي معلول وصبر
صبري الرحيل، انا شايف ان دول هيقدروا ينفذوا نقطه القوه اللي الاهلي ما استفادش بيها، ان هو يبقى عنده ضربات او كرات عرضيه بشكل كبير في قلب المباراه ويستغل نقاط الضعف الموجوده في بلد صبري الرحيل. هيبقى كلاتيه تقيل عليه جدا لانه لعيب مهاري ولعيب خبره. تاني حاجه احمد حجازي هيكلفه ان هو يغطي المساحات وراه. ما في علي معلول قدام احمد، لو علي يعني لو صبري الرحيل الاختلاف حلو. الوقت خلص للاسف لايمن محمد حلداء، شكرا جدا. اشكرك ان شاء الله ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله العقبه. يعني بشكركم جدا 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 احمد ثابت، نورتني وشرفتني. ان شاء الله نبقى لينا لقاءات عديده ان شاء الله. الاهلي قادر يا جماعه، ما تقلقوش ان شاء الله رجاله في اي وقت وفي اي مكان. فاصل عشان نستقبل كابتن محمد فاروق وضيوف الكرام، استنوهم مع الف سلامه.